السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وان شاء الله على خير وتكونوا بصحه. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو مزيانه ان شاء الله باذن الله. توحشتكم بزاف وانا متاكده كاين الناس اللي توحشوني بزاف بزاف بزاف، والناس اللي كيبغوني بزاف بزاف بزاف. كنموت عليكم اليوم مع فيديو جديد كما عارفين. اليوم احنا في كازا، جايه لكازا حيت اول حاجه هو انني فرحانه غنتلاقى مع الفنانات ديالنا. عوضه لواحد لونسمون ديال واحد الاغنيه ديال الفنانه الكبيره ديالنا الخليجيه اللي هي بلقيس، عرضت عليا باش انني نحضر لهاد الانطلاقه ديالها ديال الاغنيه. نتمنى انها تكون ان شاء الله زوينه وتلقى اقبال عند المغاربه حيت اغنيه مغربيه. انا اللي استدعوني صراحه عجبني الحال وفرحت انني غنكون ضمن مجموعه من الفنانين المغاربه وصافي. وانا دابا في كازا، اول حاجه غنمشي للمول حيت صراحه بناتي ما بقاوش عندهم الحوايج نهائيا، خصوصا سلمى واللي كيجيها دابا الصباح البرد، ولات كتقول لي ماما ما بقيتش قادره نلبس الشورت، صافي بغيت نلبس شي كولونات ولا شي سريولات ولا هذا. وكل شيء صغار عليها، يعني كاينين منهم اللي باقيين مزيانين كتلبسهم، كاينين اللي صافي صغار عليها تحيدو. وقلت غنضرب دوره تما وناخذ لهم شي حاجه حيت انا معروضه حتى الليل، وماما ديجا عندي في الدار بيان سور جالسه معايا، هي اللي شاده ليا الدراري باش انا نجي. بيان سور غنمشي نختار تكاشط لمرات خويا، كاين لو شوا حتى في قنيطره، مي واحد سامعه عليه واعر عنده داكشي ومشاو عنده فنانات كبار هنا في المغرب، كاين هنا في كازا. عاد خصني نقول ليه صيفط ليا لوكاليزاسيون ديالكم، هي باج انستغرام. غنمشي غنشوف من عنده، عجبوني دي موديل ديال تكشطاس وقفاطان وجوهره داكشي، وغنضرب عنده طليله. عندي ما يدار، عندي رونديفو مع الليزر، يعني كندير لي سيونس ديال الليزر ديفي، واخا ما درت فالطه مع الطبيبه ما غيعجبهاش الحال تشدني حيت طراو بزاف ديال الحوايج وما مشيتش عندها، وكان نورمالمون رونديفو ديال انني نرجع كان هادي شي 20 يوم ولا اكثر وما مشيتش، غنرجع عندها حتى هي. شنو اخر احمد كازا صافي هادشي اللي كاين ياك. وغنمشي عند صاحبتي سلمى، قالت لي سمعتني غادي نجي وهذا، فبيان سور قالت لي خصنا نتجمعوا ضروري غنبات عندها. وبداو معايا هاد الفلوغ هذا وانا معكم، واخا هي انا شويه كنمثل انني ناشطه، ما نشطاش 100% كي العاده، مي ماشي مشكل، المهم هو انني نوصل لكم النشاط. يلا معانا. انا ناخذ معاك داك السطل اللي كاين، واه السطل خذ فيه قليل ديما بيجيني الحبات صراحه. المهم جينا لكنتاكي، احمد داك السطل كيموت عليك. لا نص حار ونص عادي، صافي لي زعما دي موتي اخويا. ديتي تاكل ما فاطرين ما مغدين والله العظيم. وانا كانت واحد السيده كتهضر معايا من لي زابوني، جيت لقيتو كاي في الصيح. الصلاطه شحال زوينه، غندوز الصلاطه بالخبز مع الناس الدراوش. كيفاش بديت تاكل؟ حار انت كيعجبك السحلة فين حار؟ هانتوما تشوفوا غنبدا بحوايج بناتي هما الاولين، واخا انا اللي خصني حتى انا شي حاجه، مي غنبدا ببناتي.
المهم الناس انا كنختاب اليوم ديجا اختبيت لهم شي حاجه وديجا عيطت لسلمى فاش وصلت لكازا قلت لها اجي نتشوفوا ديجا غنبات معاها وجات احمد كيشوف البنات وشي حاجه وهانتوما معناها باقي ما حطوش باقي بزاف لي تيشيرت ما كاينش لي كابوش والكولونات حيت سلمى ما ولا كيجي البرد لقيت لها غير هذا مالك هادو ما كاينش باقي حاطين لك سيوات المهمه ديال سلمى من بعد ما سالت معايا بدات مع السحمد بدات كتختار مع احمد صراحه الذوق ديالها واعر بزاف في الحوايج حنا بزاف افت اويلي على الفم احنا بزارة ديال الدراري وكتختار معاها لا كولور اللي غتجيه مع السبوه النوار هي سادي بالك البيض عنده بزاف البيض ولكن سادي زوينه ديها ديها ربما يعجبها شنو كنقول لها زيها زيها ديها ديها ربما تعجبها زيها سلمى شوفوا سلمى اليوم مرات بوكاس وقفي سلمى نوريهم شنو لابسه يا القالب غالب ديجا راه هي غزاله ولكن جاتك اللبيسه فنة الصويك بحال اللي موكل وانا بحال الشمكات تيشيرت قول لهم شنو درت لك الزهرة المهمة هادي المهم انا مشيت كنشوف لي غوب داكشي قويم جات زوينين مش كتشوف اسماء جينا في التيشيرتات والله الا كتقلب معايا في زهراء على لي خوب وهذا ماشي بهذا والله الا وفي الاخر شنو خديت والله الا خدات تيشيرت سروال سروال التيشيرت لكن ماشيش بهم راه جات اللي فيه شي بليا اللي فيه شي بليا المهم احنا مازال كنقلبوا وانتوما معانا المهم البنات حنا يلاه خرجنا دابا من المول حنا يلاه طالعين من الباركين ديالو انا غدا وخمسه عليا الحال لهاد ليفينمون اللي انا معروضه ليها ولكن اش غندير شحال جريت باش نسلم اصلا عنده واحد السوقان حتى هو كثر من الحمل اسي ما نقولش ليكم غاديين طايرين ترى وصلنا للدار ديال سلمى كتعجبني دارها كتعجبني دارها علاش حيت ما كاينش صالون بلدي ان شاء الله انا فاش غنبني هادشي اللي غندير ما كاينش صالون بلدي شوفوا هنا دايره واحد الال هنا دايره بوفا هنايا ديجا هاد الجليج عجبني انايا ان شاء الله هو اللي ناويه ندير بحال الفخار هنايا دايره الجلبه ديالها الخدمه ديالها صراحه دارها كتحمق والله الا دارك غزاله سلمى ذواقه هنايا واحد الكور اما هذيك المره قالوا لي ما وريتيناش دارها هنا واحد الكورتي دايره فيه فوتوي هكا دابا بروينه معليش حوايجي هادو ماشي بروينه حوايجي حوايجي هادوك وهنا دابا صالا مونجي حمد كيلبس حوايجو وحنا غنمشي Ain't in a dream, a place where it seems that love will
مهرجان اوكسجين الفنانه اللي جاتنا من بلادها باش تحتفل بالاغنيه المغربيه باش تحتفل بالكلمه المغربيه وباش تحتفل بحبها للمغاربه حبها اللي كيبان لنا صادق ودائما كنحسوا بها كتبغي المغاربه من خلال منشوراتها من خلال كلامها باللهجه المغربيه هذه الفنانه هي مهرجان الابداع هي مهرجان الحب المتواصل اللي غيمتد على السنة هي بهويه عالميه هي عربيه كنشأة هي كتبغي بزاف المغرب واليوم من خلال تصويرها الفيديو كليب الاغنيه المغربيه اللي وقعت مع طاقم مغربي 100% اليوم قررت تجي دير اطلاق الاغنيه هنا في الدار البيضاء تحتفل معاكم ومعنا بهذا المولود الفني الكامل راه ما كايناش خليتها زعما غنقدر انا نمشي للكلاب ولا شي حاجه خليها شي حاجه هذيك الاغنيه اللي كنت غنيت كي جاتك شكون تي انا بغيت نقول لك هي كاينه شي كلمه للناس ديالي كنبغي نقول للجمهور ديال هاد الزوينه هاد الامس عرفت اسمها شنو عرفنا ديال هاد اللبن الزوينه تخيل راجل كيقول لي هذا مالو كنبغي نقول لكم تبارك الله تبارك الله عليكم بينها وشفت الوقفه ديالكم معاها يعني انتم هو الجمهور ولا فاش؟ شكرا بزاف سمع على رجاء وانا فرحانه اليوم حيت معاكم الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك احنا جينا نطلعين سلمى دابا عينا عينا البلاصه ما بعيداش بزاف على دار سلمى بيناتنا وبين لوتيل سوفيتال 5 ديال الدقائق بحال هكا ولي ولتو عندنا الضو صباح الخير البنات المهم فقت كلشي ناعس بقيت عليهم ولي كنقول بتوما انا البارح هما سهروا انا ما سهرتش انا غير جيت تحت كا صباح النور صباح الورد صباح الياسمين سلمى قال لك البارح كتغصيهم قالت لهم عافاكم ما تفيقونيش بغيت نصبح ناعسه مشيت عندها قلت لها وانا دابا عندك الضياف مسكينه سلمى فيقتها سلات صباح النور انت عندك الضياف وصبحه ناعسه لينا اش قولي صباح الخير صحاباتي
صباح النور. هاني قلوبي البارح ما عرفت صافي حتى الخمسة انا ما قديتش ويلي ما قديتش انا انا تحتك البلاد مرحبا بكم عندي سلمى الورديغي يوتيوب وعندها انشان الشان ديالها زوين يلا نخليكم و باقي انا هنا في كازا اليوم وغندير فيديو اخر الله يخليك كازا بلانكا. المهم البنات غنخليكم هنايا وغنبدا فلوج جديد وجا تشوفوا الفلوج الجاي فين غنخرج وفين غنمشي